السلام عليكم. المحاضرة العاشرة من مادة الام او دي، بعد ما اخذنا بالمحاضرة التاسعة البارت الاول او النيوبليشيا رقم واحد، وعرفنا بها شنو هو المالجنان تيومر، شنو هو البناين تيومر، وشنو خصائصهم والمميزات والفروقات اللي بيناتهم. هسه بالبارت الثاني اللي بالمحاضرة العاشرة النيوبليشيا رقم اثنين، راح ناخذ بها انتقال او تطور التيومر، شلون يقدر يتطور التيومر، شلون يصير بي انفيجن او ميتاستاسيس اند افكت اوف ذا تيومرز، يعني شنو راح ادرس بيه انتقال التيومر، شلون ينتقل التيومر من هاي المنطقه اللي تكون بيها الى منطقه ثانيه، تمام؟ وكذلك الافكت اوف ذا تيومر، ايش راح يسوي للتيومر هذا، اثر له على السيستم الفلاني، ايش راح يسوي لي بيه، راح ناخذها بهذا السيشن. على مود ما نطول بالبدايه، وات از انفيجن، شنو هو طبعا الترجمه الحرفيه مالته معناها الغزو، هو من اسم الغزو معناته فهمت المعنى. فالانفيجن يقول ability of the cell to break through basement membrane and then spread through the stroma اللي هي الاكستراسيلولار ماتريكس. يعني شنو بقى هسه ايش عندنا؟ احنا عندنا كل مثلا هذه مجموعه من الخلايا، زين، تحت اكو فد بيسمنت ممبرين، هذا البيسمنت ممبرين، فهذه الخلايا نفترض هنا تكونت لخلايا سرطانيه اخرى وياها، هاي خلايا سرطانيه، فهذه الخلايا السرطانيه اذا تريد تنتقل في الاويه الدمويه، شوف الاويه الدمويه وين موجوده؟ هنا موجوده الاويه الدمويه هيك جايتني، تمام؟ فمثلا اذا تريد تنتقل الخلايا السرطانيه من هاي المنطقه الى منطقه ثانيه، ايش تحتاج؟ تحتاج انه تمر خلال الغشاء البلازمي هذا او البيسمنت ممبرين، لازم تمر خلال الغشاء هذا، فاول شيء راح تكسره، تمام؟ وتمر عن طريقه دور تروح للاويه الدمويه وتروح للمكان اللي راح تنتقل اليه. وضحت السالفه هسه؟ فهذه كشغله بدائيه. فبالبدايه هسه عرفنا هذا الشيء، يقول وين راح تروح؟ اذا انتقلت وين راح تروح؟ يقول انتو سراوندينج تيشو، يعني للانسجه المحيطه بها، التيشو اللي داير ما دايرها، كل شيء كونكتيف تيشو، البلاد فيزول، اي تيشو محيط بها تقدر تروح له هي. تمام؟ نسميها بالانفيسيف كارسينوما. انفيسيف كارسينوما، يعني شنو انفيسيف كارسينوما؟ كارسينوما قلت لكم هذا المصطلح انطلق عليه من على التيومر اللي صاير وين؟ بالابيثيرال سيل او الابيثيرال تيشو، بينما ساركوما بالكونكتيف تيشو، هذه ماخذينها، تمام؟ فمعناها اذا راحت للمنطقه الفلانيه اللي تكون ابيثيرال او اي تيشو بشكل عام، فمعناها سبب لي كارسينوما بذاك المكان اللي راح تروح له. كذلك ممكن تروح للجهاز اللمفاوي او الجهاز يعني جهاز الفاسكولار سيستم، تمام، للاويه الدمويه، وتنتقل عن طريق الاويه الدمويه او تنتقل عن طريق الجهاز اللمفاوي وتروح للعقد اللمفاوي او تروح لاي مكان يغذي الدم. اذا هي انتقلت عن طريق الدم فتقدر تروح للكليتين، للرئه، للليفر، لاي مكان يوصل للدم، لان انتقلت عن طريقه، وتقدر تروح هناك هم تعيش وتتكاثر والى اخره. زين، هذا الانفيجن. الميتاستاسيس هي نفس تقريبا الانفيجن والميتاستاسيس نفس المصطلح تقريبا. الانفيجن هو شنو هو؟ الانفيجن هو يعني شق الطريق، يعني بس هي تحركت من هذا المكان تو شقت الطريق مالتها. الميتاستاسيس لا، هو الانتشار، يعني المصطلح العام. مثلا اذا التيومر تو طلع من هاي المنطقه ودخل للدم، هذا ما صار ميتاستاسيس بعدني، فرضا اصيح له بس انفيجن، تمام، او يعني خرج من منطقه دخل منطقه مختلفه. الميتاستاسيس من خرج من المنطقه الاصليه مالته للمنطقه اللي راح يستقر بها مره ثانيه، راح صار له ميتاستاسيس هيك، يعني قصده، اوكي؟ فالميتاستاسيس هو انتقال التيومر من المنطقة اللي تكون بها إلى منطقة جديدة، حلو؟ ويقول often revert to the secondary tumor with the site of origin behind the primary tumor. شو يقول؟ يقول أنا عندي مصطلحين، primary site of the tumor و secondary site of the tumor. primary site of the tumor معناه شنو؟ معناه المكان الأصلي اللي يتكون به الكانسر. مثلا تكون الكانسر وين؟ بالليفر، أو تكون وين؟ بالبون، أو بالبرونكاي، أو وين ما كان تكون منطقة، لنفترض تكون بالليفر، زين، وراها دور الليفر يحتوي على أوعية دموية هواي، معناها أنه يقدر هذا الكانسر اللي يتكون بهاي المنطقة الخلايا ما تنتقل عن طريق الدم وتروح لمكان ثاني، فتروح أكثر شيء للأماكن اللي تحتوي على تغذية بالدم هواي، مثل الكدني، مثل اللانج، مثل البرين وإلى آخره، اللي تكون يعني مشبعة بالأوعية الدموية. فوراح انتقلت من الليفر مثلا راحت لللانج، فالمكان الثاني اللي انتقلت له نسميه بالسكندري سايد اوف ذا تيومر، الموقع الثانوي للتيومر، وهكذا. زين، بعد هاو دو سيل انفيد اند سبريت، هسه نجي للعمليه، شلون تصير هاي العمليه مالت الهجره مالت التيومر من المنطقه البرايمري الى منطقه السكندري. يقول اول شيء المالجنانت سيل دو نوت ادهير، يعني المختصر مالت النقطه الاولى انه ذن التيومر سيل ما متصلات مع بعضهن البعض، شلون؟ اللي هي مات الادهيجن اللي اخذناها بالسيشن التاسع،
معناها شنو؟ مثلا سي كل خلية، كل خلية هاي خلية وهاي خلية وهاي خلية، اكو فد اشياء تربط بيناتهن نسميها بالادهيجين موليكيول او اي شيء تربط بيناتهن، تمام؟ هاي بالخلايا النورمال الطبيعية، بينما الخلايا الكانسر، لنفترض انه هذه خلية كانسر، زين، فرضا انه هذه خلية كانسر، حلو، فالخلايا السرطانية تميل على انه تقطع العلاقة مالتها والارتباط مالتها ويا الخلايا اللي بصفها النورمال، زين، تقطع الارتباط مالتها، بالتالي راح تقدر تنتقل اذا هذا اذا هذه مقطوعة، ما موجود هنا، ما موجود هنا فد شو اسمه، ما موجود هنا فد شيء يربطهن مقطوعات، فراح تنتقل هذه الخلية. شلون البالون؟ البالون اذا تربطه ويا خواته يبقى ثابت، ما تربطه راح يطير، زين، ما عدا بالونات العراقيلة، مكان ما طير توقع بالقاع طبعا هذا سبب الغاز اللي موجود بيها يكون ثقيل. المهم، فهذا اول نقطة، انه ماكو ادهيجين بينهن بين الخلايا، بالتالي راح تسمح لها انه تمشي. ثاني شغلة اللي هي alterated synthesis of the enzyme that break down basement membrane and stroma. هاي الشغلة الثانية راح ناخذ، شوف راح ناخذ نقطة نقطة ونروح نشرحها ونرجع للخطوات افضل. فاول خطوة انه ماكو ادهيجين وهذا الصورة عليها، زين. الالتيريتد ادهيجين، صراحة جاينا نمشي على الادهيجين اول شيء احنا، تمام. فاول شيء قلنا انه ماكو ارتباط، خلينا نشوف هذا الارتباط ليش ينفك، هذا الارتباط ليش تكسر، خو تبقى مرتبطة، لازم اكو شيء، هذا التيومر سيل الخلايا السرطانية كسرت هذا الارتباط. شلون كسرت الارتباط؟ هسه لازم اعرف ايش عندي اني، عندي ايش يعني مصطلح نسميه بالكاد هيرن، كاد هيرن زما، تمام. هذا الكاد هيرن هو عبارة عن ارتباط او سلسلة تربط بين خلية وخلية وتعتمد على وجود الكالسيوم، تعتمد على وجود الكالسيوم، زين. هسه شلون؟ مثل هذه، مثل ما تلاحظوا هذا الخط الاخضر، هذا الخط الاخضر هو الكاد هيرن، زين، هذا هو هذا الكاد هيرن، خلنا نغير اللون، منا جاي لهنا، شوفوا لي طالع لي منا شوية وطالع لي منا شوية، هاي خلية طبعا وهاي خلية، يعني ذني خليتين، تمام. هسه الامور اللي هنا اوكي، شو يقول؟ يقول هذا الكاد هيرن يربط لك كل خليتين سوية، يربط لك كل خليتين سوية، زين. انت هسه بالله هذا الكاد هيرن طب من هاي الخلية وطلع من هاي الخلية وربط لي اياهن، شنو اللي يضمن لي انه هذا الكاد هيرن ما يفلت من هاي الخلية، زين، ما يفلت، يعني شو مدرك انه هذا هسه الكاد هيرن راح يتحرك بهذا الاتجاه، تمام، بالتالي راح يطلع هاي المنطقة، راح يعني يعبرها، يطلع من عندها، فيصير اكو انفلات، تفلت مثل ما نقول تفلت. شلون هسه البرغي انت اللي تخليه بالمكان مالته، شو يضمن لك انه هذا البرغي يبقى ثابت بمكانه ما يجي ما ينشلع، زين، لازم اكو شيء رابطه من الجهه الثانيه، مو نخلي البرغي هيك ما يسمى بالصمونه، زين، نخليه من الجهه الثانيه على مود يثبت وما يجي بيدنا، اوكي. فهنا لازم اخلي شيء للكاد هيرن بهاي المنطقه على مود يبقى مرتبط بيها، اذا حد جد ما اسحبه هو يبقى طاخ، ما يقدر يعبر، حلو، لكن اذا اوخر هذه راح يجي قبل بيدي، مو بيدي يعني، يجي يفلت بسرعه، اوكي. فهنا يرتبط، هو كل خليه يرتبط بيه من خيوط الاكتين، يرتبط بيه من خيوط الاكتين، وين خيوط الاكتين؟ اللي هي هذه، هذا الصفر الطويله، هاي الفايبرو فيلمنت، هذا الخيوط يرتبط بيها. شلون يرتبط بيها؟ يرتبط بيها بواسطه جزيئات نسميها بالفينكيولنس او الكاتينين، هذا شوفوا الكاتينين، اي هذا الكاتينين صفر، شوف شلون هيك شو اسمه رابطتها ويا من ويا الاكتين، وهاي الكاتينين تربط لي الكاد هيرن ويا من ويا الاكتين فيلمنت، زين، هسه على مود تحافظ على ثباتيتها، حلو. هسه عرفنا هاي الكاد هيرن تعتمد على من؟ على الكالسيوم، قلنا شو يقول؟ يقول the interact hematically between cell bind them together، هذا اني هذا عرفناها انه تربط لي بين الخلايا وتربط لي، تربط لي عن طريق من؟ عن طريق الكاتينين ويا من؟ ويا الاكيتين، ويا خيوط الاكيتين، هذه عرفناها. التيومر سيل تعمل على منع هذا الارتباط، كسر هذا الارتباط، لان هي الستراكشر ما تتغير، احنا مو قلنا الستراكشر مالت التيومر سيل تغير، اذا تغير الستراكشر مالت التيومر سيل يعني معناها كل شيء راح تقدر تسوي بكيفها. قلت لكم انه عقلها شلون سوت عقل، هي خاص وحدها تبي تسوي مملكه وحدها، فقامت هي تتحكم بكل شيء، قطعت وسائل الارتباط، قطعت كل شيء، تمام، ف كسرت لي هذه الاواصر، بالتالي راح تفلت، تقوم الخلايا هاي تفلت عن من؟ عن الكاد هيرن، تمام، بالتالي تنفصل عنها. هذه اول شغله، وهاي الصوره وضحناها، وهذا صوره ثانيه همين ضربت لكم مثال. هسه هذه خليه، خاف واحد ما فهم، هذه خليه، هسه هذا جدار خليه وهذا جدار خليه، هذا الكاد هيرن،
من هنا جايني وهيك جايني، رابط لك خليتين سوية. حلو، لو شوفوا لي هسه هذه هذه هسه شوفوها، اي هاي طالعة شوية وهاي طالعة شوية، هي شنو؟ هو هاي بطن الخلية. شنو اللي يضمن لي انه هذه ما تنسحب لهاي الاتجاه وهاي تنسحب لهذا الاتجاه ويصير يكون فلات؟ لازم اكو هنا فشي يربطهن، زين، لازم اكو هنا فشي يربطهن ما يخليهم يفلتن. فمن هو اللي يربطهن؟ هو قلت لكم شنو هو؟ الكاتينين. الكاتينين هو اللي يربطهن وياما يخوط الاكتين. المهم هذا هنا كمثال هيك صوره تشريحيه عليها. بعد شغله هنا شو هنشوف وين وصلنا. النقطة الأولى خلصناها، النقطة الثانية اللي هي alterated synthesis of the enzyme that break down the basement membrane. هنشوف أنه هنا وصلنا لها أو لا. لا وراء هذه النقطة الثانية، هنكمل النقطة الأولى. بعدنا بمن؟ بعدنا بالأدهيجين. بالأدهيجين عندنا بعد أكو شغلات بالأدهيجين، منهن اللي هي الرسبترات. الرسبترات والإنتجرينات. الإنتجرين هو شنو الإنتجرين؟ الإنتجرين هو عبارة عن جزيئتين أو تو سب يونت، جزيئتين، وحدة ألفا وحدة بيتا، يرتبطن سوية مع بعضهن. هذا الانتجرين ترتبط به فد مادة اللي هي نسميها بالليجند، تمام؟ راح تؤدي إذا ارتبطت مثلا الليجند ارتبط بهذا الانتجرين، راح يؤدي إلى فد بروسيس معينة، مثلا راح يحفز لي فتح قناة معينة، يحفز لي فد عملية معينة، المهم إلى آخره. شلون الريسبتر؟ أوكي؟ فيقول الانتجرين هذا آرسير سورفيس جلايكوبروتين، مكون من اي وبي، اوكي، ويحتوي على كثير من الوظائف الحيويه. مثل من؟ مثل اول شيء يعمل على الادهيجن اوف ذا موليكيول، يربط لي، ترتبط به الجزيئات كانه ترتبط به ماده نسميها بالليجند. شنو الليجند؟ الليجند هي اي ماده ترتبط بالانتجرين. شلون الريسبتر؟ اوكي، مثل من؟ مثل البليتليت، مثل اليوكوسايت والى اخره. اوكي تمام. هسه بعد شنو مهم ناخذ عنها؟ شنو تاثير شو اسمه المالجنس سيل او الخلايا السرطانيه على هذه الانتجرينات؟ نقول ريسبتر، يعني هذه الادهيرن نقول هي ريسبتر فور ذا ديفرنت كومبوننت اوف ذا بيسمنت ممبرين. يعني شنو هي؟ تعتبر كمستقبلات لاي ماده تفرزها البيسمنت ممبرين او مختلف المكونات مالت البيسمنت ممبرين، مثل الفايبرونكتين، الكولاجين، زين. شو تسوي الخلايا السرطانيه؟ تاثر لها على هذه الانتجرينات، تاثر لها عليها، تؤدي الى مثلا الاخلال بوظيفتها، تقوم تستعملها بالطريقه اللي تحتاجها. مثلا 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 هي تحتاج اوعيه دمويه، هاي الخلايا السرطانيه تحتاج اوعيه دمويه، لازم نسوي انجيوجينيسيس. هذا الانجيوجينيسيس لازم افرز الفي اي جي اف اللي هو الفاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور. فهذا وين راح يرتبط؟ راح يرتبط بريسبتر او ليجند خاص، الانتجرين خاص، تمام، وعلى مود يحفز الانجيوجينيسيس. فمثلا الكانسر، الكانسر سيل تاثر لي على الانتجرين وتنطيه هذه الفعاليه، فرضا تعطيها الفعاليه على مود يستفاد من عندها. فالمهم هي تحور وظيفته طريقه او اخرى لانجاز شغله تريدها هاي الكانسر سيل. اوكي، فهكذا. اول شيء هسه اول نقطه اللي قلنا بيها الادهيرن، الادهيرن مولكيول، اول شيء اللي هي الشغلات الارتباط اخذناها انه تفك الارتباط على مود تشرد. ثاني شغله تاثر على الليجندات اللي هي المسؤوله عن الادهيجن مولكيول، يعني تربط للمولكيولات مختلف المولكيولات. فهذه هم تاثر عليها الكانسر سيل على مود يعني تستعملها بالوظيفه اللي تريدها. ثاني شغله اللي راح ناخذها اللي هي الانزيمات اللي تفرزها الكانسر سيل على مود تفلش البيسمنت ممبرين. يعني قلت لكم الساعه اول بدايه المحاضره قلت لكم انا لازم على مود تنتقل السيل من المكان اللي تكونت به الى مكان ثاني على مود تسوي ميتاستاسيس، لازم تفلش البيسمنت ممبرين، هذا اللي يعني يعرف طريقها، تمام. فلازم افلش البيسمنت ممبرين. منين متكون البيسمنت ممبرين؟ مكون من كولاجين، مكون من بروتينات. لازم اني احلل هاي البروتينات، احلل هذا الكولاجين، تمام، احلل على مود افتح طريق وتمر من خلال هذه الكانسر سيل. اوكي، فانا شو احتاج؟ احتاج الانزيمات. الانزيمات هي مثل التيزاب، وين ما ذبي تموع. اوكي، فالمهم يقول افرز تفرز انزيمات محدده او تحفز تحفز المكان اللي هي موجوده به على مود يفرز الانزيمات محدده معينه، مثل من؟ اول شيء مثل الزنك ديبندنت انزيم. هذا طبعا هذه الانزيمات اللي تفرزها كلية نسميها تحت مسمى بالميتالوبروتينيز، تمام. هذه الانزيمات اللي تفرزها نسميها بالماتريكس ميتالوبروتينيز. هذا الماتريكس ميتالوبروتينيز هي اللي تعمل على تفكيك البيسمنت ممبرين او ستروما على مود تمر من خلال الخلايا. ومن امثلتها من هي الزنك ديبندنت انزيم والام ام بي 2 والام ام بي 9، هذني يعتبرن محللات اما للكولاجين 5، والام ام بي 1 اللي هو للكولاجين 1.
زين، هذا تفرز ان الكانسر سيل. بس راح نشوف فيديو على مود شو تسوي، تحلل الكولاجين اللي موجود والبروتينات اللي موجوده وين، بمنطقه من منطقه البيسمنت ممبر، على مود تفتح لي طريق. زين هذه خلصنا منها. نجي للطريقه الثالثه اللي هي الموتايلتي، اللي شنو؟ الحركيه. بعد ما كسرت لي البيسمنت ممبرين وبعد ما فكت لي ارتباطها مع الخلايا اللي مجاوره لها، فهسه الخلايا السرطانيه تريد تنتقل، تريد تتحرك، فلازم هم عندها شنو هو؟ هم عندها فد كيفيات تسويهن على مود تتحرك، اوكي؟ فاول شيء لازم تفرز لي فد مواد، هذا الكانسر سيل على مود تتحرك لازم تفرز لي فد مواد تحفز الحركه. اول شيء يقول السيل درايفد موتاليتي فاكتور اوتوكراين سنجلينج فاكتور، يعني اول شيء هذه الخلايا السرطانيه راح تفرز فد فاكتورات، هذه الفاكتورات تحفز الحركه وتكون اوتوكراين، يعني هي الخليه تفرز هذه الماده وهاي الماده تاثر على نفس الخليه اللي فرزتها. حلو، هاي اول شغله. ثاني شغله كليفج بروتكس اوف ذا ماتريكس بروتين اكزامبل لامينين، يعني راح تفرز فاكتورات، هذه الفاكتورات راح تكسر لي اللامينين او تكسر لي البروتينات اللي موجوده بالماتريكس، على مود شنو؟ على مود هم تساعد لي على الحركه. ما شلون هسه مثلا شارع او بطاسات، هاي طاسات انت على مود تمشي باريحيه لازم توخرهن. زين، فهيك يعني. بعد اذر ليجند مثل من مثل ال WNT5A ان ميلانوما، هذا همنا فد يعني شو اسمه ليجند همنا ياثر لي على هذه العمليه مالت الموتاليتي، يحفز لي الحركه، يحفز لي شغلات هواي من ضمنها الحركه، هو هذا الفاكتور. اوكي، بعد انكريز اكسبريشن اوف ذا ريسبتور فور موتاليتي مثل من مثل اتش جي اف ريسبتور، الاج جي اف ريسبتور او الميتا اونكوجين، ذني انها من عباره عن فاكتورات يحفز للحركه. فالمهم انت تحفظ شنو، خاف يجيك سؤال شنو الانزيمات الفاكتورات اللي حفز للحركه، تقول له اما اللي يفتت اللامينين او ال دبليو ان تي 5 اي ميلان بالميلانوما او بالاج او الاج جي اف ريسبتور اللي هو الميتا اونكوجين، ذني هنا يحفز للحركه مالتها. حلو، مثل ما تلاحظون هنا هاي بالحاله الطبيعيه بالنورمال، وهنا ماكو شيء، شوفوا هذه هي الستروما وهنا البيسمنت ممبرين وهاي الخليه. زين، اول شيء سوت الخليه السرطانيه، بعد عين سوت كسرت البيسمنت ممبرين، هذا خلنا نغير اللون اسود، هنا هو الاسود ماكو، يمكن هذا اي، اول شيء كسرت هذا بيسمنت ممبرين، بعدين حللت البروتينات اللي بطريقها اللي هي موجودات بالستروما وقامت تمشي هيك يعني بهذا الشكل. وها وعندي طريقتين للانتشار، طريقتين للانتشار، اما تنتشر عن طريق الاويه الدمويه مثل ما قلنا، او ثلاث طرق هي اصلا صراحه ناخذ، تنتشر عن طريق الوعاء الدموي هيك هي وتنتشر وتروح للمكان اللي تريده. زين، او لا تنتشر عن طريق الفراغ، هي تشق لها طريق وتنتشر هي بحد ذاتها، شلون هسه هذه سوت هجره ولهنا انتقلت، اوكي، فهيك يعني تنتقل. وهسه راح ناخذ الطرق مال الانتقال، من مال انتقال التيومر عن طريق ما ينتقل، هسه راح ناخذ. زين، هسه نجي الى وظائف الاكسترسلولار ماتريكس او الستروما، راح نجي الى وظائفها، شنو وظيفتها؟ شو يقول؟ يقول ترى الوظيفه مالت الستروما، ترى الستروما مو عبالك هي ماده خامله او عبالك هي قاعده وساكته ويجي التيومر يلعب بيها براحته وش اسمه ويفتت غراضها ويمشي وهي ما تحكي، لا يابا. يقول ترى هي مو انتر اور بيسيف كومبوننت اوف ذا انفيجن، لا هي تحفز الانفيجن ولا هي ماده خامله له، ترى هي هم من تدافع عن نفسها ولها كرامتها. زين، يقول شنو هذا الاكسترسولار ماتريكس حسب حالتها حسب مزاجها، اما تحفز الانفيجن او تثبط الانفيجن، هي بكيفها حسب طبيعه الستراكشر مالتها حسب المواد اللي تمتلكها. زين، شلون تلقى السيطرات؟ سيطره تخلي السياره بسرعه تفوت وسيطره لا تدقق وياها. زين، بعد يقول مان بوليتد باي مالجنس سيل تو اي ذير بيسج، يعني هم انا هي لها تاثير على الطريقه اللي تاخذها هذه المالجنس سيل من تمشي، ممكن توقف هذا الشيء او ممكن تزيده. فش يقول اول شيء تتحكم بالجروث بروموتنج فاكتور، بالنمو، عوامل النمو، وبعد بالانجيوجينيتك فاكتور وبالكيموتاكتيك فاكتور. زين، ذني تتحكم بيه من هي الاكسترسولار ماتريكس، فممكن اذا تاثر على اي وحده من ذني فتمنع لي انتقال او تحفز لي انتقال المالجنس سيل، اما هذا او هذا. فالمهم اللي هي ام لها تاثير على الانفيجن او الميتاستاسيس. هسه نجي للميتاستاسيس. الميتاستاسيس هي شنو؟ مثل ما قلت لكم الساعه اللي هي قدره المالجنس سيل على مو تنتقل من المكان البرايمري الى المكان السكندري. حلو؟ واما تنتقل عن طريق الليمف او عن طريق البلاد فيزل
أو عن طريق الكافيتي. شنو عن طريق ذني؟ ذني ذكرتهم طبعا بالمحاضرة الأولى اللي هي التاسعة. البلاد فيزيلا عن طريق البلاد فيزيلا وتنتقل من مكان إلى مكان. الليف الليمف همينة هم عن طريق الليمف وتنتقل. عن طريق الكافيتيات، شنو عن طريق الكافيتي؟ يعني شلون مثلا هسه عندك هنا البلادر، اليوتيروس صاير فوقها هيجي، فتكون الكانسر وين؟ فرضا يتكون الكانسر هنا فوق البلادر، فما راح انتقل عن طريق اللم ورجع لي منها عن طريق اليوترس وكذا، لا منها قبل مباشرة انتقل لليوترس لأن مجاور له، فهذا نسميه انتقال عن طريق الكافيتي. وهذا يكون طبعا رير بس بالأورجانات اللي تكون واحدة بصف واحدة. شلون هسه مثلا الستومك بصف البنكرياس، اوكي هيك يعني. بعد يقول cell must be able invade out of the canal and grow at distant site. يقول على مود يصير ميتاستاسيس لازم الخلية اللي تريد تنتقل للمالجنس سيل اللي تريد تنتقل لازم انه عندها القدرة على مود تمشي، يعني اول شيء تفك تسوي تفك الادهيجين بينها وبين الخلايا، لازم تكسر الستروما، لازم تفرز انزيمات تكسر البيسمنت ممبرين، تمام، وتفتح طريقها. هذه اول شغلة. وثاني شغلة انه تكون عندها القدرة انه تتكاثر بمكان ثاني. يلا سمي هاي الحاله ميتاستاسيس، مو والله انتقلت لي وراحت للمكان الثاني وماتت، لا هذا ما اسميه ميتاستاسيس هيك يعني. ثاني شيء يقول مو كل الاشياء، مو كل الخلايا اللي تنتقل من مكان برايمري الى مكان سكندري هذا الخلايا معناها راح تسوي هناك نمو وتنمو بالمكان اللي انتقلت اليه، لا اكو من عندها راح تموت ما تقدر، زين، وله اسباب وهسه راح ناخذ هذه الاسباب. زين هسه نجي ليش مو كل التيومرات اللي ينتقل من منطقة إلى منطقة ثانية ما راح يقدر يعيش. مثلا اكو تيومر صار بالليفر وانتقل لللنج، ليش ممكن انه من انتقل لللنج مات باللنج ما كمل حياته هذا التيومر؟ ليش؟ بسبب عدة شغلات، اما بسبب الانفايرومنت، يعني هو بسبب الانفايرومنت اكيد الطبيعة الخارجية، مثل انه ما توفرت له ظروف ملائمة، مثل انكورات ريسبتر، يعني من راح ذيش المنطقة ما لقى ريسبترات تستقبل هذه الخلايا، او مثلا وصل لديش الخلايا وصل لديش المنطقه، ايش قام هو المالجنس سيل تفرز مثلا تسوي انجيوجينيسيس لازم تفرز الفاسكولار اندوثيلال جروث فاكتور، هذا المسؤول عن طريق المسؤول عن بناء الانجيوجينيسيس مو هيك الاولى. فهذا الفي اي جي اف اذا ما لقى ريسبتور يرتبط به بعد شلون راح يشتغل؟ فممكن من 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 هذه العمليه. هذه اول شغله. ثاني شغله ميتابوليك فاكتور، شغلات التغذية ممكن ما لقيت الغذاء هناك الملائم لها. ثالث شغلة failure of the angiogenesis هي نفس اللي ضربتكم عليها مثال بالبداية. هسا نجي نمل الانجيوجينيسيس. الانجيوجينيسيس شنو هو؟ الانجيوجينيسيس هو تكوين أوعية دموية لمن؟ للكانسر، للخلايا السرطانية، هي تكون، هي تفرز لي ال VEGF. وهسا راح ناخذها وين؟ راح ناخذها في فيديو راويكم إياها مع الانجيوجينيسيس. يمتى يصير الانجيوجينيسيس؟ من يكون التيومر حجمه من 1 إلى 2 مليمتر مكعب تبدأ الأنجيوجينيسيس تتكون، لأنه بعد شنو؟ بعد تحتاج من كبر حجمها تحتاج إلى غذاء أكثر، فلازم تسوي أنجيوجينيسيس. شلون أقدر أعالجها؟ أقدر أعالجها عن طريق الثاليدوميد. ثاليدوميد أقدر أعالج هذا الشيء، أنه أقطع الأوعية الدموية اللي تغذي لهذا الشريان، تمام، وبالتالي يعني شلون كعلاج ابتدائي لها. هسا نجي من as the tumor grows it will eventually reach a site. الانجيوجينيسيس اللي يصير بالبدايه خلينا نقدم. شوفوا هسا ايش عندنا هنا، احنا عندنا هسه هذا خلايا موجوده، ما خلايا هذا هنا عندي ال VEG factor، هذا هو اللي يكون مسؤول عن من؟ اللي يكون مسؤول عن الانجيوجينيسيس. هذا الريسبترات اللي تستقبل ال VEG factor اللي هو الفاسكولار، هذا شوف ارتباط، من ارتباط راح يحفز لي تكوين الانجيوجينيسيس. زين هي شيء يعني عملية كبيرة يتم من خلالها تحفيز الانجيوجينيسيس. شو يقول؟ يقول الانجيوجينيسيس تتحفز أول شيء بإفراز ال VEGF. ال VEGF من يرتبط بريسبتر، هذا بعد ارتباطه بريسبتر راح هذا ريسبتر يحفز لي إفراز مواد ثانية. يعني ال VEGF ارتباط بالريسبتر، ورا ما ارتباط بالريسبتر حفز لي تكوين مواد ثانية ليجندات ثانية، مثل MMB1، MMB2، MMB9 اللي مس أخذناها، هذه الانزيمات المحللة للبيسمنت ممبرين وإلى آخره. هو هاي الشغلات ينفرزن إلي هسه راح نعرفهن. يقول لك مثلا من ضمنها اللي هي MMB، هذه مس أخذناها الانزيم اللي عملها تكسير
البلازما ممبرين واليو بي اي هذه ما ماخذينها طبعا، ما ماخذينها بدراستنا هنا، بس هو هنا موجود يعني هم له تاثير. والبلازمينوجين اكتيفيتور طبعا ذني مات اليو بي اي والش اسمه واليو بي اي ار، هذه قسم من الاتين ماخذين بالكوجليشن تمام. فالمهم يقول بعد ما ارتبط ذني هسه ذني اللي طلع له الام ام بي والاخره ذني راح يحفز لي الفاسودايل، مو الفاسودايل عشان زيد لي البريما اي بولتي، زيد لي البريما اي بولتي تمام. بعد ما زيدني البريما اي بولتي راح شلون صار اكو فراغات، هيجي صار اكو فراغات وراها تجي تدخل السوائل، تدخل السوائل منها عن طريق الفتحات وتجي لمن، تجي هنا يمن للتيومر. بعد ما وصلت في التيومر هم يفرز الام ام بي، التيومر هم يفرز الام ام بي اوكي. وين راح يروح اذا فرز الام ام بي؟ هذا مو راح يكسر لي البيسمنت ممبرين، ولا احنا ايش قلنا؟ قلنا الام ام بي راح يكسر لي البيسمنت ممبرين، فراح يجي يكسر لي الكولاجين اللي موجود هنا البيسمنت ممبرين، راح يكسر. شوفوا الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هي البيسمنت ممبرين كسر لي اياها، هذا من هو الام ام بي، وصل لحد الاندوثيليال سيل. الدور فرزت لي من هو الفي اي جي اف اللي هو الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، فرزت لي اياه. فراح ايش راح يسوي؟ راح يسوي يحفز عمليه الانجيوجينيسيس، انجيوجينيسيس او الانجيوجينيسيس نفس الشيء. فراح تتكون الاوعيه الدمويه تمام، تزداد البريمير فولتي وتتكون الاوعيه الدمويه من التيومر. هسه راح تشوفون مثل ما تلاحظون شوفوا وتغذى التيومر ها بهذا الشكل. هسه مثل ما عرفنا انه الميتاستاسيس عندنا بيها برايمري وعندنا بيها سكندري. البرايمري هو المكان الاساسي اللي تكونت بيه التيومر او تكون بيه التيومر، السكندري هو المكان الثاني اللي ينتقل الى التيومر تمام. مثلا يتكون بالليفر، هذا الميتاستاسيس يتكون بالليفر فاسميه الليفر هو البرايمري، انتقل لللانك فاسمي اللانك هو الثانوي. شلون تقدر تنتقل؟ تنتقل عن طريق الليمف وعن طريق البلاط وعن طريق الكوليوميك سبيس اللي هو قلنا له سيل كافيتي، تنتقل عن طريق ثلاث شغلات زين. اول شيء نجي لمن الليمفاتكس، الليمفاتكس هو سبريد تو لوكال اند ديستنس ليمف نود، او اما تنتشر الى مناطق بعيده، واكثر شيء تنتقل لمن للليمف نود. مثلا انت هسه كل جزء من جسمك اكو يمه يعني ليمف نود او وعاء دموي، وعاء ليمفي صفه يمشي. فمثلا تكونت بالليفر، فالليفر اكو داير ما دايره اوعيه ليمف، فينتقل مثلا عن طريق الليمف ويروح مثلا يروح لاقرب ليمف نود، لان يعني الليمف نود هي عباره شلون المخزن اللي يتم بتصفية من تصفية الليمف، سائل الليمف، الليمف فلويد تمام. فأكثر الالتهابات وين تصير بالليمف نود، هذه أول شغلة. يقول free unit route of the separate of carcinoma، تعتبر كهذا الليمفاتيك يعني تعتبر شلون من أكثر الطرق اللي ينتقل عن طريقها الكانسر من مكان إلى مكان ثاني. يقول can involve lymphatics of the lung، ممكن أنه تضمن لي الليمفاتيك اللي موجوده يم اللانج، لو يلم فيها اللي موجوده باللانج، وهذا كمثال عليها صوره نسيجيه. اما نجي لمن هسه للفاسكولار سبريد اللي هي الاوعيه الدمويه اللي ينتقل عن طريقها الكانسر. يقول سبريد ثرو ذا كابيلاريز اند فينس تو فيروس اورجن، تنتقل عن طريق الكابيلاري وعن طريق الجسم الاورده الى من مكان الى مكان ثاني. يقول كومن سايز ار لانج ليفر بون اند براين، اللي هي نسميها بي بي ال او ال ال بي نفس الشيء، لانج ليفر بون براين، اكثر الاماكن اللي يصير بها انتقال او الميتاستاسيس مات الكانسر. هسه نجي لما الفاسكولار سبريد هم نكمل بيها. يقول هسه نجي لما نجي للكانسر اذا كان سكندري باللانج، يعني كان تكون بمكان محدد مكان معين زين، وهسه انتقل اجى لللانج، يعني اللانج سكندري واكو مكان ثاني هو برايمري. فمن هذني البرايمري اكثر شيء الاماكن اللي تستلم من عندنا اللانج كانسر، حلو. اكثر شيء هي من جامع لكم اياها اني بستكبل، هاي كلمه بستك يعني بوسه وبل يعني مثلا مخدك، بس البل بس اكو بل وماكو ماكو مخدك. المهم البي اللي هي البون نتذكر الاوستيوساركوما، الاس اللي هي التيسس تمام، بعد التي لا عفوا التي الاس شو اسمه ستومك، التي تيسس، والكي كيدني، والبي الثانيه اللي هي البريست، والال اللي هي اللارج انتستين. حلو بستكبل هذا وين تنتقل؟
تنتقل إلى اللانج. إذا تكونت بهذه المنطقة ممكن أن تنتقل إلى اللانج، فتعتبر هي برايمري واللانج تعتبر شنو؟ سكندري. حلو، هذه كصور يعني عنها. نجي هسه من الفاسكولار سبريد، وين تروح للليفر؟ اكو بعض الكانسرات تتكون مناطق محدده وبعدين تنتقل وين تروح؟ تروح للليفر. حلو، يعني يعتبر الليفر سكندري وهي برايمري. فمن هو اكثر شو اسمه اكثر اللي تنتقل بيها؟ اللي هي بي بي ال او ال ال بي، انا اقول سميها شو اسمه البي بي او لوبيبي، نفس الشيء بي 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 ال هيك، يعني بي بي جراند ماذر او جراند فادر، جراند ماذر عفوا. تمام، المهم لارج انتستين اللي هي اكثر شيء بالبورت فين، بورتال فين اللي هو الفين اللي يروح وين؟ اللي يروح ايش اسمه الليفر، بورتال فين هو الاول الكبير، او البرونكيال كارسينوما او البريس كارسينوما. حلو، يروح للليفر، فيعتبر هنا برايمري والليفر يعتبر سكندري. حلو، بعد ما الفاسكولار سبريت تو ذا بون اللي يروح للبون، الاسباب اللي خلينا يروح للبون من هي كان كوز ديستركشن اوف ذا بون، يسبب لي ديستركشن بالبون. اوكي، ويعتبر باثولوجيكال، يسبب لي عفوا باثولوجيكال فراكتشر، يعني الكانسر اللي يصير بالبون يسبب لي باثولوجيكال فراكتشر. حلو، هنا الامور تمام. تمام، فمنين يجني؟ ممكن يجني ممكن البرونكيال كارسينوما، او من البريست كارسينوما، الثايرويد كارسينوما، الرينال كارسينوما، والبروستات. تمام، وممكن ذن يسبب لي، قلت لكم سبب لي فراكتشر بالبون، سبب لي كانسر بالبون، يعني يعتبر البون هو سكندري وهنا يعتبر برايمري. وكذلك سبب لي اوستيوسكلروسيس، تصلب بالعظم بحيث اول ما اطقه ينكسر هيك، يعني شلون الثلجه. تمام، وهذه كمثال عليها. نجي من البراين اللي هو الموقع الرابع للانتقال او الميتاستاسيس، همانه يعتبر طبعا البراين هو، البراين هو كل شيء، اما اي خلل قليل بي راح كل شيء يدمر. فيقول كوز ا وايد رينج اوف ذا نيورولوجيكال سيبتوم، يعني شوف اكثر دماغ بسرعه يتحسس للتيومر او للضغط هو من هو؟ البراين. فشي يقول؟ يقول كوز ا سبيس اوكيبينج ليجن اللي هي سول، شنو اس او ال؟ معناها شلون اكو فد اب نورمال ماس موجوده بمنطقه معينه اللي هي اكثر شيء يشار بها البراين. اس او ال معناها اكو فد تيومر او اب نورمال ماس موجوده وين؟ موجوده بالبراين. تمام، زين، فمنين تجيني ممكن البراين؟ وين يتكون الكانسر وممكن ينتقل للبراين؟ ممكن يتكون بالبرونكيال او بالبريست او التستيكولار كارسينوما، تمام، او بالميلانوما. ذني الاربع مواقع يتكون بهن الكانسر ممكن ينتقل للمن للبراين، فيعتبر براين سكندري وهنا يعتبر برايمري. اوكي، هذا كان سؤال عليه. لهنا وصلنا لنهايه البارت الاول، عرفنا بيه شنو هو الميتاستاسيس، تمام، شنو هو الانجيوجينيسيس، شنو الاشياء اللي يسويها الكانسر سيل على مود تنتقل من مكان الى مكان ثاني، وعرفنا شنو هن الاماكن الاكثر شيء يكون سكندري اللي هي ال ال بي، ليفر، لانج، برين، والبون. ذن يكون الاكثر شيء سكندري. منين يجيني؟ يجيهن من المناطق البقيه اللي قلناها، البروستات والبورتال فين واللارج انتستين البريست والى اخره اللي ذكرناه من الساعه.